هذه الطريق استربط بين ثلاثة دول وبين الطريق الوطنية 27 مع الطريق الإقليمية 42-36 اللي المسافة ديالها 3 كيلومتر كان الناس تيعانيو خصو يضرب 10 كيلومتر باش يجيب الدورة باش يوصل للبلاصة اللي باغي هو. شحال كيلومتر؟ هذه فيها 3 كيلومتر كتتفك العزلة على ثلاثة دواول لأنهم كانوا تيضربوا واحد 10 كيلومتر باش يوصلوا لهذا لو بوان هذا. حنا خففنا عليهم باش يوصل لهم. هذه غتكون إن شاء الله بالزفت وقدروا. والإنارة فكرتوا فيها؟ الإنارة دابا فكرت فيها باش نديرها بالطاقة الشمسية. الطرق اللي هي تضبط بين الدواور انا فكرت فيها ولكن كاين واحد الاكراه دابا ما كاينش لي زيكستونسيون دابا مطلقينش ديال الطاقه الشمسيه اللي تدير هاد العام هذا بدا كمرحله اولى بريمي ترونش ولكن دابا واقفين داكشي ديال لي زيسباس فير حسب ترشيد المياه عندك الاناره العموميه اللي كاينش لي زيكستونسيون توسيع الشبكات حابسينهم بالطاقه الشمسيه هذا راه تطلق ان شاء الله غنبداو بها شكرا لك اولا و انا دعوت ربي شفاء ديالي الرئاسة قبل من الولاية الفايتة تقريبا مدة ديال 9 شهور قدرت كيما دويتو نتوما على المشاريع وعلى هذا اللي دارت في هذيك الوقيتة غادا نجيكم شنو مبروغرامي من بعد وصلنا فك العزلة عن الناس ديال الدواوين نتوما عارفين الغيث والإكراهات اللي كاينين وصلنا 53 كيلومتر ديال توفنا وقربنا الدواوين اللي بعاد اللي بعاد على 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 الطرق اللي هي ديال الكودرون هذا بتقريبا شي تقريبا 6 دواور اللي تقريبا شي 10 كيلومتر ونص ديال بالبيكوش بالكودرون اما الدواور اللي كانت قريبه اللي قريبه للكودرون عندها عز ناقي وداكشي تقريبا غطينا واحد 90% منها وغادي نواصلوا باش نوصلوا 100% ان شاء الله في العجل في القريب العاجل ان شاء الله ما عندنا ثلاثه ديال السيارات ديال الاسعاف وموفر لهم السياره ديال نقل الاموات والسياره ديال الناس اللي توصلهم مجانا ديال القصور الكلاوي توصلهم ديال السبيطار اللي تيديروا الدياليز وتنطمحوا باش نوصلوا لسته ديال السيارات ديال الاسعاف الحمد لله دابا تنجريو هذه المساله بالتعاون مع المسلك اليمين وعلاقتي مع الجماعه الاخرين ما تنبداوش نخليو الخصائص ما كاينش شي حل اللي تتبقى لان ما تكونوا خارجين بثلاثه لان جماعه كبيره عدد السكان فيها كبير بزاف تنطلب جماعه الاخرين تنطلب مجلس الاقليمي مشكورا اللي توفر لنا ديما السياره ديال الاسعاف ديال من المجلس الاقليمي تيمشيو بها الرباط تيمشيو بها القنيطره السميسيل الكواد ديال الادريسي القنيطره أو البلايص لي موبايل وكاينة بالنسبة كاين النقل المدرسي سيتوما شفتو ليه سيتوما لا حنا جايين عندنا خمسة ديال لي مينيبيس وعندنا كار كبير مينيبيس لي كبير ودابا حنا في صدد عند واحد الاتفاقية من المجلس الإقليمي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي غادي يزيدونا فيها 4 ديال البيس في القريب العاجل ان شاء الله في هذا الاول ديال 2023 المشاريع اللي هي اونكور وكاين المشاريع اللي هي مستقبليه اللي غندوز ليها في 2023 المشاريع اللي هي اونكور انا لقيت بعدا عندنا تقريبا 28 كيلومتر ديال اللي هي طرق مرقمه طرق اقليميه مرقمه حالتها متهالكه وحضرت اجتماعات مع ناس التجهيز حتى البرمجه ديال 2025 ما كانت والو ربط الاتصال بالناس ديال الجهه تما مشكورين تعاونوا معنا مولونا لنا هاد المشاريع راه كاين منها اللي بدا دابا وكاين اللي ان شاء الله لان تخدا المارشي ديالها دار لو فيرتشوال ديبلي
شهر واحد ان شاء الله غيبداو العمل فيهم. اتفاقيه مع المجلس الاقليمي باش نوصلوا عاوتاني باقي الدواوير بالكودرون اللي هما مرقمين ونكملوا ما تبقى من الزناقي ديال الدواوير بتشوفنا ان شاء الله باش نوصلوا من واحد يتسال 2023 ما تبقاش عندنا شي زنقه بلا تشوفنا باقي فيها الغيس كما باقي في باقي الجماعات ونبداو ندخلوا للدواور بالقدره ما نبقاش ندخلوا. وكاين واحد البرنامج اخر اللي راسمو انايا هو ديال الواد الحار. حنا دوزنا واحد المركز دابا هو اللي سالس هنا اونكور خدامين فيه. الدراسه عندي في مركز ديال العبيات حتى هي راه في لافاليداسيون راه موجوده الدراسه باش ندوزو تما الواد الحار ونبقاو متابعين ان شاء الله الدور المتبقيه. دابا حنا خدامين بزاف ديال الدور في هاد الهيكل وهاد الشيء ديال هذا البلاصه تيمشي بشوف بزاف ديال البلايص كلشي ستركتوري دابا عندنا تقريبا اغلبيه ديال الدواوير. حنا كان عندنا واحد الهيس واحد اننا نوصل عاوتاني 100% الكهرباء القرويه تقريبا واصل دابا انا شي 99 باقي لي واحد الدوار اللي باقي لان عاد دوار صغير تحت تجمع سكاني صغير مش حتى دوار هو اللي بقى لي تقريبا في الجماعه رانا في صدد الدراسه ديالو وتا هو غيرى النور ان شاء الله في 2023. وعندي فرق بالماء الصالح للشرب دوزت واحد الاتفاقيه عام اللي فات ووصلنا ما تبقى من الدواوير. انا بالنسبه لجماعتي عندي فيها الجماعه اللي فيها انا وفيها خمس سميتو فيها جوج ديال الاعداديات وفيها كوليج فيها ليسي فيها ثانويه. ودابا تنطمح وخديت الموافقه المبدئيه باش يدار واحد يتزاد واحد الاعداديه اخرى باش ما يبقاش داك البعد ديال على الساكنه حتى عندي الجامعه شويه مفرقه شويه يزيدوا لنا اعداديه اخرى. قلتي الهضره المدرسيه غندوزو حتى للتعليم الاولي. التعليم الاولي تقريبا غطي جميع الدواوير ما بقاش دوار اللي ما فيهش قسم ديال التعليم الاولي. الاولاد اللي عندهم ربع سنين كلهم دابا راه داخلين تيتمو تيقرا حيت ما كاينش هنا الروض في الباديه ماشي هو المدينه ما كاينش الروض ما كاينش مدارس حره ما كاينش بزاف. حنا خدمنا على العام اللي فات تقريبا كل عام تناخذوا واحد 10 11 ديال الحجرات بواحد اتفاق شراكه اما مع المبادره اولا مع وزاره التربيه الوطنيه. ودابا حنا في النهايه ديال اخر دوار غادي نساليو انه يكون عنده قسم ديال التعليم الاولي. جماعه كتعلم العام اللي فات كما قلت لك تسع شهور اللي كانت في الولايه الاخرى جبت ملعب الكره من بين الملاعب اللي كانوا توزعوا الاقليم استفدت الجماعه ديالنا بملعب الكره وعندنا ملعب سوسيو رياضي وعندنا ملعب اخر وتنطمح انني نزيد ثلاثه اخرين في هاد الثلاث سنين اللي جايه ان شاء الله. هنا كما جماعة كانت شحال هذه كانت جماعة واحدة مركز واحد اللي هو في مركز العبيات. حاولنا باش نقربوا الإدارة من المواطنين درنا جوج ديال الملحقات تابعين لها ملحق اللي انتم تواجدوا فيها في سيدي عبد العزيز وملحق أخرى في السحيبية. الأوراق ديالهم كاملا تياخذوهم من هنا وما يمكنش هما يمشيو يزيدوا الزحام نهائي في الإدارة الأم والبعد ديال الطريق البعد ديال الطريق حنا قربنا ليهم باش يكون خرج من دارو يجي لهنا يصابوا ريقاتهم. طيب واحد هرا البوستر هاد الضغط زيد زيد هاتا شوف شوف الضو راه غادي نفرق غير كل واحد بوحدو وصلنا ليهم الضو ووصلنا ليهم هاتا الطريق شوف هاد البوستر هاتا الضغط سير كاملين وهذا قسم ديال التعليم الاولي لان هاد الوليدات هادو تجمع سكني اللي فيه ناس قلال ولكن بعاد على اي مدرسه جات قريبه لهم تقريبا بواحد 3 كيلومتر 4 ما يمكنش التلميذ ديال القسم ديال التعليم الاولي ما انك اطار محاربه ديال الهضره المدرسي
ان هاد الوليدات هادو ما يمشيوش يتعلموا في الروضه اللي يدخلوا للمدرسه، جبنا لهم هاد القسم هذا حتى عندهم هنايا، وراه كما تشوفوا راه موصلين لهم بالطوب كلشي ليهم. انا في ما كان شي تجمع وليكون صغير مادام بعيد على المدرسه وبعيد على الاقسام ديال التعليم الاولي، وفي اطار كما قلت قبيله ديال القصه ديال الهدر المدرسي، قلنا نقربوا لهم هاد الوليدات باش ما يتحرموش، وليكونوا قلال ولكن ما يتحرموش من التعليم الاولي، باش يدخل المدرسه الولد يدخل قاري عارف بزاف ديال الحوايج، لان قرا في الروض، لان ما يمكنش السيد يهز ولده واحد 3 كيلومتر 4 يوميا يديه الروض يقريه. الارض هاد الناس مشكورين، هما طاونا الارض وقلعنا الشجر ديال الليمون اللي هو الدخل ديالهم، وتعاونوا معنا وطاونا هاد البلاصه فين نديروا هاد القسم هذا. وخا هي في ضيعه ديال الليمون، ها هو حيدنا الشجر منها باش نديروا هاد القسم لهم. لاباس واش لاباس؟ هانيه لاباس، الله يكرمك، الله يحفظك. ايوا ايوا الله هانيه خطيب. مرحبا، سلام عليك على الرئيس. بخير هانيه، سلام هانيه، شي بخير، هانيه، الله يشدك عاد الحاج. اللهم امين، اللهم امين، اللهم اخي الراجل هو. وكيفاش جاتو الفكره انك يدير لكم روض هنا لوليداتكم في وسط الدوار؟ وهذا راه خصو يتزار ياك اسيدي. معك الصراحة أنا نمشي قدامك، وكون خايب نقول لك هذا ما يصلح علناش. دابا هو صالح. صالح. هو سوفيا ماشي صالح. لا صالح هو صالح المنطقة، صالح العمل. العمل. اللهم بارك. ما ورانا عرفتو. اللهم بارك. إييه.